المحاضرة الرابعة بعنوان الكوارث البيئية المهجنة، وهي نوع مهجن ومركب من النوعين السابقين، وفيها تبدأ الكارثة بفعل العامل البشري ثم تلعب الطبيعة، ويتسبب سوء تصرف الإنسان في زيادة حجمها عما يجب أن تكون في الحالات المنفردة لكلا النوعين. ومن أمثلة على ذلك ظاهرة الاحتباس الحراري. ظاهرة الاحتباس الحراري هي ارتفاع في درجات الحرارة، لكن من هو المتسبب في ظاهرة ارتفاع درجات الحرارة على مستوى الكرة الأرضية؟ هو النشاط الصناعي الناتج من الإنسان بانبعاثات غازات الدفيئة الناتجة من مخلفات الهواء. ما هي ظاهرة الاحتباس الحراري؟ ظاهرة الاحتباس الحراري هي الارتفاع التدريجي في درجة حرارة الطبقة السفلى القريبة من سطح الأرض من الغلاف الجوي المحيط بالأرض، وسبب هذا الارتفاع هو زيادة انبعاث الغازات الدفيئة أو غازات الصوبة الخضراء Greenhouse Gases. الغازات الدفيئة، ما هي الغازات الدفيئة؟ من أهم غازات الدفيئة التي تسبب في ارتفاع درجات الحرارة هو بخار الماء، ثاني أكسيد الكربون، أكسيد النيتروز، الميثان، الأوزون، والكلوروفلوروكربون، أي الكلور والفلور والكربون. هذه تسمى غازات الدفيئة، وهي المسؤولة عن ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية. هل غازات الدفيئة دور حيوي؟ نعم، لغازات الدفيئة دور حيوي. الطاقة الحرارية التي تصل الأرض من الشمس تؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة، وكذلك تعمل على تبخير المياه وحركة الهواء أفقيا وعموديا، وفي الوقت نفسه تفقد الأرض طاقات الحرارية نتيجة الإشعاع الأرضي الذي ينبعث على شكل إشعاعات طويلة اللي يسمى الأشعة تحت الحمراء، بحيث يكون معدل ما تكتسب الأرض من طاقة شمسية مساوي لما تفقده من الإشعاع الأرضي إلى الفضاء. وهذا الاتزان الحراري يؤدي إلى ثبوت معدل درجة حرارة سطح الأرض عند مقدار معين، وهو 15 درجة مئوية في المتوسط. ما هي الأثار المدمرة لظاهرة الاحتباس الحراري؟ ارتفاع درجة حرارة الكوكب الأرض بمقدار درجة ونصف مئوية عن مستوياتها العام 1990 بداية الرصد سيجعل نحو ثلث الأنواع الحيوانية والنباتية معرضة لخطر الانقراض. 2. أكثر من مليار شخص سيكونون معرضة لنقص المياه، ويرجع ذلك بالأساس إلى ذوبان الثلوج الجبلية والمساحات الجليدية التي تعمل كخزان طبيعي للمياه العذبة. 3. ذوبان الجليد وذوبان ثلوج الأقطاب الجليدية وارتفاع منسوب سطح البحر سوف تزيد من ارتفاع مستوى سطح البحر، لأن الحرارة تتسبب في تمدد المياه، وعندما تتمدد المياه إلى المحيطات فإنها سوف تأخذ حيزا أكبر من اليابسة.